partenariat que nous avons noué lors de ce programme, de cette édition, avec l'Institut français de l'Oriental. Donc nous remercions beaucoup l'Institut français de l'Oriental, donc on s'appelle la personne de son directeur, qui était derrière, si vous voulez, je dirais, cette trouvaille. Parce que les objets qui sont exposés dans cette salle, ce sont des objets, c'est de l'artisanat produit au sein de l'école. الدرس اللي كنشوفو هنا في القاعة هو الدرس اللي داروه فتيات سنوات 1927 لمدرسة أم البنين التي كانت تسمى في ذلك الوقت المدرسة المسلمة للبنات ليكول ميزولمان دي في دجدة. كاين حتى في القاعة بعض العروض اللي كتشرح هذا التاريخ ومن بعد المداخلة ديال السيدة إبنين غادي تشرح لنا هذا التاريخ اللي هو تاريخ مهم في مدرسة أم البنين. ولماذا اختارت مدرسة أم البنين كشعار لهذه الدورة؟ لأن لدينا معطيات كثيرة أتت لنا بها مدام غونس فنشكرها كثيرا. مدام غونس جو فو لاس دونك تيمواني